متى وقعت النجاسة على الثوب؟ كل شيء باللباس كبرى باندي نجاسة وغرزيدة. فماذا أصنع؟ سوى كما بيا. أخذ المكان اللي نزلت عليه النجاسة هكذا؟ نعم. ده نجاسة زي كبرى داسي براني سما. أرش على الماء. بغيبه وبشن دما. وأعصر هكذا. أو داسي ببيز بيخما. وهذا يكفي. أو ده كافي دي. هذا إلا المذي. دا مجر مزي. ما هو المذي؟ مزي ستوي. هو سائل ليس له لون. كلمة. دا سائل دي لك أوبا هو لون رنج نشتدي. يخرج عند التفكير عند التقبيل. كرجة إنسان بشهواتك سوتش كي أو ياخ الأول كي. نعم نجس. دا نجس دي. ناقض للوضوء. أو دا اسمه تون كذي. لابد أن تغسل الذكر والخصيتين البيضتين حتى ينقطع لا يخرج. لازمي خبر دا چې خپل ذکر او شاوخوا چې کم دغه دی دغه باید وینځل شي چې دا راوزي. اذا نزل على الثوب او على السروال يكفي ان ترش الماء فقط. کچارته پرتوګ یا لباس باندې دا پریوزي دا کافي ده چې هغه باندې اوبه وشیندل شي. اكرمكم الله. الكلب اذا ولغ في الاناء يعني يشرب باخراج اللسان. کسبه چرته یو لوخي کې هغه جوټه وي هغه سبکس کې او جبر او باسي. لابد ان يغسل الاناء سبع مرات اولهن بالتراب. لازمي خبر ده چې دغه لوخي به وزل وينزل کېږي اول زل چې کم دغه په خاور باندې وينزل کېږي. اذا اخذ الثوب مثلا وضعه في الغساله هذا يكفي وزياده والله اعلم. او کچرته کپڑے وین د په غساله کې ماشين کې واچل وينزل دا کافي دي ان شاء الله تعالى. نعم لكن اذا مثلا كان في دوره المياه ونزل على ثوبه شيء من النجاسة يأخذ طرف الثوب هكذا يرش الماء ويعصر يكفي هذا ويخرج يصلي ولا يضر بقاء اللون أو الريح والله أعلم. أو كجرت حمام كوي كبري قندش وينو دا كافي دا شما غزيرا واخلي أغي ما ديوبوشين دي أو ويز بيخي صفايكي كدا غير رنگ وغير باتي نو غسل ضررنك إن شاء الله تعالى. نعم.